ايش يا ابطال بتعملوا؟ تعال يا بطل، تعال احكي لي، تخافش؟ تعال، بحبش نصور يا خالي. لا بده يحكي لي هذا الاسد. لا لا صدقني غير حاف. لا والله. ايش احكي لي، ايش بتتشغل قاعد؟ بديش يا خالي. بس اشرح للناس يا عمر. اشرح للناس وخلاص. خلاص بديش. كيف اشرح للناس ايش قاعد؟ مش انت بطل وقاعد تتشغل يا خال؟ بديش. بدي تحكي لي هذول من وين جبتهم وقال ايش بدهم؟ خلاص هذول من شرق يا خال. من شرق شرقة؟ قريب من اليهود؟ يا خال عند ابن موس. يا وردي. طيب شرق عنا. طيب احكي لي هذول انت لقطهم؟ يا خال والله انك بطل يا خال. طب اطلع على الكاميرا وخليك زلمه، ما هي صوتك يخميل ما شاء الله وشاب. قديش تبيع الوحده؟ الوحده بثلاثة يا خال. الله يرزقك. طب ليش بتبيع؟ احكي لي الصراحة ليش بتبيع؟ عشان بطعم ابوي واخواتي. انت بتطعم ابوك واخواتك؟ طلع فيها. قديش عمرك؟ 8 8 سنين. بتطعم ابوك واخواتك، بتلقطها وبتيجي بتعرضها في السوق وبتبيعها. ايش اسمها هذه يا خال؟ هذه سليق. والله يا خال انك بطل، طلع فيها يا خال. بكره بتيجي بتقفها. طيب على عينك يا خال. والله انك بطل ولك اسد. ايش اسمك؟ جهاد. جهاد. الناس حبتك كثير، حكوا عنك انك بطل شغيل كسيل. انت تعبان في حياتك مبين. وحياه الله. تعبان؟ والله. ليش تعبان؟ قول لي ايش بتعمل في يومك؟ بعمل كل يوم بلقط عند شارقه. عند اليهود. عند اليهود. طيب رموا قذيفه والصجيات تيجي عني. في واحد كبير بيشتغل معانا. ايش صار فيه؟ الله رحمه. الله رحمه. طيب اسمع، بدون مشياك تروح الناس، انا مش حقطع، هلقيت معاك مبلغ منيح، صح ولا لا؟ والله. والله بدناش تروح هناك. بدك تروح؟ لا يا خال. كاش تروح على المنطقة الخطر؟ وعد؟ وعد. وانا عرفت هيك وين ساكن. مش حسيبك، طب اضحك للناس، ايش هالكشرة النمنتحة يا زلمة؟ أحلى جهاد، جهاد تعيب ومبسوط، وبقول لي كثير كثير وصار يصيح، لا يا حبيبي خلاص، اسكت. جدع. يا مول مبسوط كثير. بديش تبيع مسمسميه؟ طيب وعد، وعد حقيقي. اختروا على الدار هالقيت. قول لهم شكرا. شكرا. مبسوط؟